مرحبا فيكم في بيت السدو. عندنا برنامج المرح مع النسيج، هو برنامج ترفيهي وتعليمي يسلط الضوء على فنون النسيج، وهي فرصة للأطفال أن يكتسبون الخبرة والمهارات من المدربات، وهم أعضاء معنا في جمعية السدو الحرفية. Today I was at one of the Beit HaSedu workshops. They're loads of fun. The kids just loved it. بنك الخليج فخور بشراكته مع جمعية السدو الحرفية وبرعاية هذه الورش اللي تهدف للحفاظ على التراث الكويتي وتشجع الأطفال على التعرف على هذا التراث وبنفس الوقت تنمي مهارات الأطفال وتعزز قدرتهم في صناعة المشغولات اليدوية. كل الشكر لجمعية السدو الحرفية على دورهم الهام والفعال في تنمية مهارات الأطفال وإحياء التراث الكويتي.